عندك حدا من الشباب هوني؟ ما عندي غير اخواني هدول البناتو. اخوك سكني؟ اخوي والله فقير، والله انا معدمين عدا وفوت شوف هالخيا، لا عنا خيمة مثل خلقه ولا عنا شيء، ولا عنا الحمد لله رب العالمين، شو بدنا نسوي؟ ما حدا يدعمنا شيء. كيف الجو هون؟ برد برد، ليك هالحطب اللي عنا نشتري كل شوال بشواله. تشتروا اول باول؟ والله ليك هو لجزايلا ايش من اللاحق للاحي، الحمد لله رب العالمين. كيف تجهيز كل هالشتوي؟ شو والله بقولوا في ثلج؟ والله ما عندنا شيء لحتى نجهز حالنا بشيء، الحمد لله رب العالمين، حمد لله الله. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يصبركم. تفضل شوف هالخيمة، والله العظيم بتلوي قلب الكافر، لا سداجي ولا شيء الا الله خلقه. عيونونا بلكي بتعطونا خيام، بتعطونا شغلة. معلش شوفها؟ معلش شوفها. تفضل. عندنا خيمات يا خيي، والله المي عم تقبي قلبه، والله المي بقلب الخيام. والله لا عنا سفنج ولا عنا سداجات ولا عنا شبادير، كل المي عم تنزل علينا بالشتاء وتدفئة ما في، تدفئة ما في، وفقيرين ومننا من ندبر حولنا يعني. والله العظيم لازم تعمونا بحطب على القليلة شادر لنحطه للخيام، يعني كل المي عم تجرب قلب الخيام وما عنا غير الله يعني لحتى هذه. طيب شو بدنا نسوي بشتاء وما حدا عم يدعمنا شيء، ما حدا عم يعطينا شيء، ونحن فقيرين وقاعدين بمستنقع يعني ما لنا حد نهر، والمي عم تطوف علينا من جميع الحلالي. والله العظيم يعني خيماتنا ما بنقعد فيه، وعم نموت من البرد كمان، ولا يعني لا بطانيات ولا سداج ولا حصار ولا شيء، ما عندنا ما عندنا شيء، فقيرين والحمد لله على كل شيء. لكن ان شاء الله بتدعمونا شيء. هيك هون قاعدة، والله هون قاعدة. هيك الصوبة نظامي. شلون هاي فرجي هون شلون؟ شوف يا ابن النال، شوف شوف هاي خيمة عطرة، والله والله عطرة. ايش الخيمة اللي عندها؟ الله يكون بعوننا. هاي بس اسفنجي. يا هدول الغراض ما لإلي هدوكي. لو واحد حطن عنه والله لا شوف خيمة بيت اخوه، والله العظيم كلياتنا على التراب، والله يشهد الله على التراب قاعدي. ايش بدنا نسوي؟ لا معنا مصاري نسوي، لا معنا، ولا بخلونا نحط حبة بطون بالارض، ما بخلونا. ليش؟ الارض ملك الجماعة، ما بخلونا. شو امنيتك وحلمي خالتي؟ امنيتي انت امنونا ببيت يعني واحد يتقوى فيه مثل الخلق. طيب انا بنام عند بيت اخوه، هن بيناموا لحاله، انت ما بخلوني انام لحاله. الله يرزقكم يا رب. طيب والله ما عايشي. الحمد لله على كل حال. هناك الخيمات انقرفت علينا بالتلج. والله بتنام، والله العظيم لا عندي سداجه ولا عندي شيء ولا ولا ولا. امنونا غير جيبوا لنا شو اسمه خيمه، نحن قبلاني. قبلانين بخيمي، قبلانين بشو معك؟ خيمي وشوادر مثلا. هاي الخيمة ايمتى اخر مرة بدلوا لكم اياها؟ ما بدلوا لي شيء انا. من ايمتى هاي الخيمة مركبتيها؟ هاي نحن اشتريناها مشترى، صار لها 8 سنين هوني، 7 سنين صرنا هوني. 7 سنين الخيمة نفسها؟ ايوه كليتنا. انا ما لها حيطة، ما لها حيطة غير السقف. لكن لك عن بخشب عاملينها حيطة بطاني عليها. يعني انا خيمتي ما في غير حيطين، واحد واحد ومن هون واحد من هون. روحي ورشي خيماتي ولا شيء، ولا شيء بطانية حيطة على الباب. نفس المأساة كلكم. والله كمان إنا لك عن مستقر لك على نتفين إنا، والله والله ساعة البس المطر وما بيعطينا شيء، وده معنا مصاري لا نصب، وصحاب الأرض ما بيخلونا نصب. شو ولادكم بيشتغلوا هاي؟ ولا شيء. عنده ولد لا الله، عندي فرد صبي لا الله، ما عندي أحد معين غير رب العالمين. والله يعني أنا لحا أنا وابني ضايقين السم، يعني الشاب ما بده طايف كمان، إيه بس ما عم يشتغل فيه ما فيه. والخيمات والله العظيم أنا كثير والله على وجهي في هوني معامل، واحد بيشتغل بالمعامل، والله ما هو عي، والله ما هو عي. على وقت يكون في شيء واحد يتأمن فيه. ما في إنتاج ليعيشوا منه، ما في أطفال بدها تاكل، عيال بدها تاكل. يعني نحن الله يساعد على باب الله، ما حدا بيعيننا وما حدا بيسأل عننا، لا بحطب ولا بيري ولا بشادر ولا بخيمي ولا بشيء. نحن جبنا الخيام هلا عندنا 7 سنين ولا حدا بيعطينا شيء. كيف تجهيزاتكم للعاصفة الثلجية؟
ولا ما عندنا شيء ليكم هذا حظ رحمة الله الوسيعة. ما عندنا غير رحمته ولا شيء. يعني هلا عم ندعي لربنا انه ما يصير ثلج مشان ما يوقعوا علينا نموت فيه. خير والله يا اخي، يعني لا حرامات ولا شيء. حتى الصفنج ما كان حدا يعطينا صفنج، احنا على الارض. الله يفرج.